نخلع عيونك من جمجمتك، والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضة مال جقاير. لا تزال تصريحات الميليشيات في العراق تثير احتقانا شعبيا، حيث لا سلطة إلا سلطتها تهدد وتتوعد بكل بساطة ضابطا في وزارة الداخلية على تأدية واجبه. هذا السيد جاي من ميران. يلا سيد جايب لنا سيدي هدية، جاي العمامة رسول الله. يلا القصة وباختصار أن ضابطا في مكافحة المخدرات في البصرة أوقف مسافرا إيرانيا للاشتباه به بتهريب المخدرات ومادة الزئبق، كان قد عمم اسمه وفق اعترافات لموقوفين بتهمة تجارة المخدرات التي انتشرت كالنار في الهشيم في البصرة. سيد بس اشوك احتراما لعمامة رسول الله انزعها بيدكم. يلا انزعها. يلا بيدكم. يلا مشهد اعتقال معمم إيراني الذي استثار له قائد ميليشيا جيش المختار واثق البطاط وأطلق تلك التهديدات من إيران لقتل الرائد علي الشيخ سعيد ومجموعته وعوائلهم ومن صدر أمر الاعتقال، عزز مخاوف سكان محافظة البصرة من اختباء الميليشيات تحت ستار الطائفية والمذهبية لزيادة الانفلات الأمني في المحافظة التي تعاني تحت سياط انتشار البطالة والفقر وتجارة المخدرات التي تحميها الأحزاب والميليشيات. هذا الصراع بين سلطة القانون وبين سلطة الميليشيات، يقول القاضي المشرف على قسم مكافحة مخدرات الرصافة ببغداد أنه أسهم بدخول المخدرات إلى العراق من إيران برا ومن لبنان جوا، مؤكدا أن الميليشيات غير المنضبطة التابعة لجهات سياسية تمنع بالفعل تنفيذ إجراءات قضائية بالقبض على تجار المخدرات في البلاد. ويبقى السؤال الأبرز في العراق عمن يقف بوجه البطاط وقادة الميليشيات الذين سنوا أسنانهم للحفاظ على حقيبة وزارة الداخلية لهم في الوقت الذي يفترض أنها السد المنيع للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها، لكنه منطق العراق الجديد الذي تصدرت فيه الميليشيات على حساب الدولة ومؤسساتها بدعم من الأحزاب التي تدعي أنها أتت لترسيخ الديمقراطية في العراق. السيد واثق البطاط.